نسأل يا شيخ صالح، أيهما أعظم أجر، الصبر على المعاصي أم الصبر على الطاعات؟ الصبر على ما يجري على العبد بسبب المعاصي. بسبب المعاصي، نعم. أي نعم، فهو ما دام أنه من الله فإنه لا يجزع ولا يسخط، ولكن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر ويندم، والله يتوب عليه، لأن الله أراد أن ينبهه بهذه المصيبة وأراد أن يمحصه بها، فهي خير له. نعم.